دلالة القابضة. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في تغطية تتجدد دائما عبر شاشة الجزيرة مباشر، نتابع فيها أبرز المؤشرات العربية والخليجية والعالمية وأسواق النفط والعملات والمعادن. نتابع مشاهدينا الكرام تطورات المؤشرات في القاهرة، ارتفاع بنصف نقطة مئوية، لا يزال النقاط فوق 14,000 نقطة ب65. في الأردن انخفاض ب20%، بيروت ارتفاع ب13%، الدار البيضاء ارتفاع ب10%. الأسواق الخليجية، السعودية انخفاض بأكثر من 1%، لا زال السوق على هذا الحال منذ بداية تعاملات ثاني أيام هذا الأسبوع. في قطر وقبل الإغلاق بدقيقتين ارتفاع ب19% تقريبا بحوالي 75 نقطة، والمؤشر فوق 8200 نقطة ب12. في الكويت مع إغلاق اليوم أنهى المؤشر ب20% انخفاضا، فيما أنهت أبو ظبي ارتفاعا ب13%. دبي انخفضت أو بالأحرى تذبذب مائل للانخفاض مع إغلاق اليوم بأقل من النقطة الواحدة 0.01%. البحرين نصف نقطة مئوية انخفاض، في سلطنة عمان انخفاض ب0.03%. نذهب الآن لنتعرف سريعا على الأسواق العالمية وكذلك أسعار النفط والعملات والمعادن. وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا السيد أحمد عقل المحلل المالي، أهلا بك سيد عقل. إذا محاولة أخرى من البورصة القطرية للصعود والنهوض مرة أخرى وارتداد بعدما شارفت أمس على اقتراب حاجز 8000 نقطة، ها هي ترتفع فوق 8200 نقطة ب12 نقطة مع نهاية تداولات اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالفعل يعني بخلال هذه الفترة شفنا مبارح أداء جيد جدا، شمعة ممتازة جدا كانت للمؤشر القطري، بعد ما كسر حاجز ل 8200 وصل إلى نقطة الدعم المهمة كانت حوالي 8004 نقاط تحديدا. شفنا من بعدها عملية ارتداد وعودة ل يعني خلينا نقول مراجعة جميع الخسائر، حتى عدنا وأغلقنا بجلسة أمس باليوم الأخضر. هذا الإغلاق وهذه عودة بكسب المخاسر التي تحققت خلال الجلسة أعطت زخم أكثر. شفنا اليوم افتتاح جيد باللون الأخضر وشفنا إغلاق أيضا على ارتفاع تأكيدا لما حصل بالأمس. أعتقد أنه خلال هذه الفترة مع هذه الأسعار المغرية مع قرب الإعلانات، مقارنة إذا بدنا نقارن لأي شركة موجودة، العائد الموجود بالسعر الموجود، إذا بدنا نشوف الشركات المحيطة والأسواق المحيطة، أعتقد أنه الجاذبية المهمة والجدوى الاستثمارية الموجودة بالسوق القطري قد تكون غير موجودة بأي من الأسواق الأخرى. وبالتالي مع وصولنا مثل ما حكينا لنقطة دعم مهمة، شفنا عملية دخول قوي وشفنا عملية شراء تمت، عادت بالمؤشر حوالي 200 نقطة حتى جلسة اليوم. هل ما جرى يعني أنه يصعب جدا أو يستحيل في هذه الفترة تحديدا النزول دون 8000 نقطة؟ يعني شوف، بأسواق المال ما في شيء مستحيل بالنهاية، هي معرضة لأي شيء، ولكن حسب ما شفنا بالتداولات الأخيرة من الناحية الفنية من الناحية الأساسية بنشوف أنه كان هناك نقطة دعم أساسية استطاعت الصمود، عدنا للإغلاق فوق مستوى 8200. المقاومة القادمة تقريبا 8270
ل 8300 هذه المنطقة. أعتقد مع تخطي هذه المنطقة قد يعني نذهب بعيدا لل 8500، في حال عدم تخطيها ممكن نعود لمستويات 8 لنزورها أو نجرب عليها مرة أخرى. سأعود إليك مجددا سيد عقل، ابقى معنا مشاهدينا الكرام، فاصل قصير بعده نكمل التغطية. أهلا بحضراتكم مجددا. على خلفية أزمة تعليق التأشيرات بين تركيا والولايات المتحدة نتابع بعض الأخبار الاقتصادية على شاشتنا. فتراجع سعر صرف الليرة التركية بنحو 2.6% أمام الدولار، وهو المستوى الأدنى في 9 أشهر. كما هبطت السندات الدولارية التركية بنسب وصلت إلى 1%. جاء ذلك غداة تعليق الولايات المتحدة إصدار أغلبية التأشيرات الجديدة في تركيا، وردت أنقرة بالمثل. وتعقيبا على تراجع الليرة التركية والسندات الدولية، قال نائب رئيس الوزراء التركي إن اقتصاد بلاده أثبت جدارته وقدرته على امتصاص الصدمات والتغلب كذلك على المصائب خلال العقد الماضي، مشددا على متانة الاقتصاد وأنه أصبح أحد ركائز الاستقرار في البلاد. أكد نائب محافظ المصرف المركزي من جهته في تركيا أنه لم يلحظ أي مشاكل متعلقة بسيولة النقد الأجنبي في الأسواق اليوم عقب تراجع سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار، على خلفية تعليق واشنطن وأنقرة خدمات إصدار التأشيرات لأسباب تتعلق بالتزام الطرفين بأمن أفراد بعثتيهما. وشدد المسؤول التركي أن أرصدة البنوك من النقد الأجنبي في أعلى معدلاتها حاليا، مشيرا أن الليرة تشهد ضعفا منذ فترة في أسواق الصرف لكنها تظل في معدلاتها التنافسية. من جهة أخرى، كشفت مؤسسة الإحصاء التركية عن ارتفاع مؤشر الإنتاجية في القطاع الصناعي التركي بنحو 5.2% على أساس سنوي في أغسطس الماضي، وذلك بزيادة بلغت الضعف عن شهر يوليو السابق له، حيث بلغ معدل الإنتاج الصناعي 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا السيد الدكتور أحمد مصبح الباحث الاقتصادي معنا من اسطنبول عبر سكايب. أهلا بك سيد مصبح. بداية، هل بالفعل الاقتصاد التركي قادر أو استطاع امتصاص الصدمات منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة؟ تحية طيبة لكم. أهلا بالفعل، عندما نتحدث عن الاقتصاد التركي وما تعرض له من أزمات خلال السنة أو السنة أو السنة أو العام والنصف الماضيين، نجد أن الاقتصاد التركي يتمتع بنوع من المتانة حالته لمواجهة ومقاومة هذه التغيرات على الصعيد الدولي أو على الصعيد المحلي. فيما يتعلق بالأزمة الأخيرة، الحادثة الدبلوماسية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، يجب علينا ان نضع في اعتبارنا ان ارتفاع قيمه العمله لاي دوله ليس هي مؤثر على قوه الاقتصاد في هذا البلد، وان اداره سعر الصرف او العملات خصوصا ليس هو عمليه اقتصاديه بحته بقدر ما هو عمليه تعتمد على المتغيرات الموجوده في الصعيد الدولي والمحلي والسياسي. هذا جانب. جانب اخير، نتحدث عن ان تركيا هي من الاقتصاديات الناشئه التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالدولار الامريكي، فبكل حال من الاحوال حتى لو تم ادارتها بكفاءه عاليه للمعدلات او لمتغيرات الاقتصاد الكلي سوف تتاثر اذا ما كان هناك تغير في السياسات الامريكيه. اجمالا الاقتصاد التركي يتمتع بنوع من المرونه تؤهله وقدره اداريه على متغير تؤهله على الانتصاف هذه الازمات والخروج منها باقل الخسائر. طيب، برايكم انخفاض قيمه الليره امام الدولار ماذا يعني كرد فعل سريع لهذه الأزمة؟ كلما حدثت أزمة ما بين تركيا وأمريكا أو منذ المحاولة الانقلابية بالأحرى، تأثر واضح بأي تلاسنات أو مشاكل مثل التي حدثت مؤخرا، بعد ذلك ينتج عنه مباشرة ارتفاع الدولار أمام الليرة. هل هناك يعني محاولة من قبل السلطات التركية لضبط هذه النقطة تحديدا؟ عندما نتحدث عن ارتفاع وانخفاض تكمن اسفل التحديات الكبرى لاي حكومه سواء كانت تركيا او غيرها. التحدي الاكبر هو قدره الحكومات على اداره او على استقرار سعر الصرف، ليس هو انخفاض وليس هو ارتفاع. عندما نتحدث عن الحاله التركيه نجد ان الليره التركيه قبل اكثر من 9 أشهر او تقريبا قبل عام وصلت الى حدود 4 ليرة مقابل الدولار، اليوم نتحدث عن 3.7، ومع ذلك استطاعت الحكومه التركيه ان
تمتص هذه الأزمة وأن تستخرج منها فيما يتعلق بالتأثير المباشر. بكل صراحة هناك تتأثر الانطباعات المستثمرين أو درجة الثقة هي التي تؤثر سلبا أو إيجابا على الاستقرار. فالعامل السياسي هو عامل أساسي في استقرار العملات واستقرار سعر الصرف. كيف يمكن للاستثمارات أن تتأثر بعد تعليق البلدين إصدار التأشيرات فيما بينهم؟ يعني فيما يتعلق بالاستثمارات الخارجية لو تناولنا الموضوع من منظور اقتصادي بحت، انخفاض قيمة العملة يشجع الاستثمارات حيث تصبح تكلفة الاستثمار في تركيا خصوصا أقل. فإذا ما نظرنا إلى أن الاستثمارات خارج الولايات المتحدة أو المستثمرين خارج الولايات المتحدة عندما يجد أن قيمة العملة انخفضت هذا يشجعهم على الاستثمار في تركيا. لا أنا أتحدث عن تعليق التأشيرات هنا. التأشيرات هو ما حجم المستثمرين الأمريكان أو حجم المستثمرين الذين يحصلون على التأشيرة التركية على التأشيرة. هذا هو السؤال. نعم. سواء كان من الأتراك أو من الأمريكان هو لكي يحكم على التأشيرة يجب علينا أن نجد ما هو حجمهم هؤلاء. أشكرك الدكتور أحمد مصبح الباحث الاقتصادي، كنت معنا عبر سكايب من إسطنبول، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام ننتقل إلى خبر آخر، بالأحرى مصطلح نتناوله ضمن تغطية البورصة دائما وفقا لطلبات متابعينا على تغطية البورصة على فيسبوك وتويتر. واليوم نتحدث عن تجزئة الأسهم، فقد تلجأ الشركات لعملية تجزئة أسهمها وتقسيم القيمة السوقية للسهم عند ارتفاع القيمة السوقية للأسهم في البورصة مقارنة بباقي الشركات المقيدة فيها، فلا يكون السهم جاذبا للاستثمار أو مرغوبا في امتلاكه من قبل صغار المستثمرين إذا زاد سعره. المزيد حول تقسيم وتجزئة الأسهم في هذا العرض مشاهدينا الكرام. أهلا بحضراتكم مجددا. ما الذي يمنعك من تجربة الاستثمار في البورصة مشاهدنا الكريم؟ هذا ما طرحناه عبر تغطية البورصة على فيسبوك وتويتر، والآن لدينا بعض التعليقات والإجابات. محمود صالح، ما هو عمل البورصة؟ سؤال يأتينا دائما سيد عقل. يعني البورصة بشكل عام هي مكان سوق يلتقي فيه البائع والمشتري. السوق هذا هو مختص ببيع وشراء الأسهم والسندات المالية التي غالبا ما يكون ملاكها أشخاص إما مضاربين أو مستثمرين، وبنفس الوقت من يرغب بالشراء ويملك القوة الشرائية يكون موجود بهذا السوق. مثل الزمن أو التطور بالزمن، هذا السوق بالوقت الحالي أصبح سوق إلكتروني يتم الالتقاء عن طريق برامج معينة وشاشات معينة للاطلاع على أوامر البيع وأوامر الشراء المتوفرة وحتى القيام بعملية البيع والشراء بشكل عام. هي الأسهم، السلعة الأسهم، والبائع هو مالك الأسهم الذي يرغب ببيعها.
المشتري هو من يبحث عن شراء هذه الأسهم بشكل عام. صحيح. محمد يسري، ليس لي أي فكرة على البورصة، فهل من توضيح؟ يعني أسلفت وأوضحت منذ قليل. أبو حبيبة، المخاوف من قرارات الدول مثل الحصار. راخي يقول شديدة التقلب كما قال المثل المغربي، غامر أولا ثم غادر. أعرف عن سوء المال أنها أعرف عن أسواق المال أنها شديدة التقلب وأنها تتأثر فقط ببعض التصريحات. يعني هذا الموضوع البعض بيعتبره إيجابي والبعض بيعتبره سلبي. شديدة التقلب، من يعني يريد الاستثمار ومن يبحث عن استثمار آمن ممكن مرات يخاف، ولكن شديدة التقلب البعض بشوفها أنه هي شغلة إيجابية لأنه ممكن تحقق أرباح سريعة بوقت سريع. إذا كانت هذه عينة من التعليقات، نشكركم متابعينا. الشكر موصول لك أيضا سيد أحمد عقل المحلل المالي على وجودك معنا. نشكركم مشاهدينا الكرام لحسن المتابعة. في الغد بإذن الله نواصل مع حضراتكم التغطية مرة أخرى، كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله. هذا البرنامج برعاية دلالة القابلة.